عليكم السلام ورحمة ازي الله، أهلا حضرتك يا وسهلا. استاذ أهلا دعاء، بحضرتك، تفضلي. وسلامي للشيخ. انا اول مره اتصل بالبرنامج، تحت أمر حضرتك، وبقالي تفضلي. 10 ايام بحاول اتصل ومش عارفه اوصل. نورتينا، الله تفضلي. يكرمك. الحمد لله. انا عندي بس كام سؤال كده، عشان زوجي توفى من اسبوعين. الله يرحمه طب ويغفر له. علي صوتك صوتك بس شوية ممكن؟ تفضلي. اه زوجي توفى من اسبوعين. تمام، هو الله كان يرحمه. مريض سرطان كبد، والسرطان مشي في عظم الجسم كله، انتشر، وعملنا التحليلات وكل حاجة، الأشعة اللي قالوا عليها، وبعد ما عملنا كمان الملح الذري على حسابنا ما استنيناش، قالوا إن ملوش علاج ولا كيماوي ولا أي حاجة تنفع غير مسكنات الألم. فكان بياخد مسكنات الألم، وقالوا إن هو كده خلاص، انتظروا يعني الوفاة. بس فده اللي حصل. اللي حصل بقى إن أنا كنت بحاول أخليه يتوضى ويصلي في الشهر الأولاني يعني، بس كان بيتوه يعني. مسكنات الألم دي حضرتكم عارفينها، بتعمل ايه؟ بتخليه يتوه ويقعد يخرف، بيقول كلام كده مش واقع، مفيش حد قدامه، فيقعد يتكلم لا حول ولا قوة إلا حاجات كده بالله. مش قدامه، احنا محدش قاعد معاه، بعمال يتكلم تمام. يحكي عن حاجات كده مش قدام يعني، مش قدامه، من خياله بقى. فكان قال لنا هيحصل حاجات زي كده، الكبد بيخليه كل شوية يطرأ عليه أيوة حاجات طبعا، زي كده. أيوة طبعا. وكان بيتوب حتى، كان ايه، فبس ما كانش لسه واعي شوية، كان يقول لي اقعدي جنبي لما اصلي مثلا ركعه، اضربي على رجلي قولي لي عشان اعرف ان هو بيصلي اصلا. بقى كان بيتوب برضه، ما عرفش صلى ايه ولا قال ايه. فقلت هو بيتوضى ويصلي وربنا عالم بيه يعني. بس في ال3 اسابيع تقريبا الاخرانيين بقى ما بقتش عارفه اخليه يتوضى ولا يصلي. كان بيتوب، حتى بحط له حبايه في بقه عشان يبلعها، خبط له على وشه اقول له الحبايه في بقك، ابلع ابلع، تمام فيكون يتوب تمام وانا يعني بحطها له تمام كده. تمام و تمام فده وكان بقى بيقعد يقول بقى كلام بقى ايه، مش سؤال بقى، سؤال حضرتك بقى ايه السؤال ايه يا فندم؟ انا بسأل بقى عن الصلاة بالنسبة له طيب حاضر، في الوقت ده بقى. بالنسبة له زي كان ما هو كان مواظب طول ما هو انا عيان. الحمد لله حياته كان بيصلي وبيصوم وحج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء وبيصوم الله رمضان وكل حاجة، بس النوافل قليل يعني، لكن وقفة العيد الكبير ماشي. بيصوم وكده. طيب ده وبرضه أول سؤال. تاني سؤال. أيوة. تاني سؤال بقى بالنسبة المرض والصلاة. أنا يعني أثناء ما كان تعبان في وقت كده، كان يوم يعني معين، كان تقريبا هو بينظف، فأنا كنت قايمة طبعا على كل حاجة بتاعته، فكان الموضوع زاد قوي يعني. وأنا يعني قلت إيه ده، ربنا بيعذبك وبيعذبني معاك، وبعد كده استغفرت. فعايز أسأل على النقطة دي، حاضر. وعايز اسال انا دلوقتي هو ما سابش حاجه فلوس، هو اللي فيه البيت اللي انا قاعده فيه ده بيت في 6 اكتوبر في حدائق اكتوبر في المنطقه 7، حتى ولادي ما كانوش عايزين نقعد فيه، بس انا قلت لهم انا هقعد وهم راضيين ان انا اقعد فيه. هو ده الميراث، البيت وعربيه سابها كنا بنقضي بيها مشاورنا تمام. فقط لا غير، ما فيش فلوس يعني. يوم ما مات كنا لسه قابضين المعاش 3000، علينا جمعية دفعناها، وكان بقى طيب ايه سعيد. حاجات بسيطة صرفت يعني كمان من قبل ايه حاضر. يعني. ربنا يخلي لك ولادك. الله يكرمك. في فانا سؤال عن دلوقتي قاعدة في البيت، هل انا دلوقتي التزم حرمانية ان انا قاعدة في البيت، وان احنا ما بعناهوش عشان ياخدوا فلوسهم عندك هم بيت رضوا؟ تاني تقعدي فيه؟ لا ما فيش مكان تاني، هو ده البيت مش بس. ده البيت اللي انت كنت عايشة فيه انت وجوز حضرتك؟ ايوه طيب بس طيب ولادك هيخرجوكي منه يعني لا عشان هو مش يبيعوا؟ هيخرجوني ولا حاجه، طيب مش عايزين خلاص يخرجوني، بس انا خلاص. بقول هل انا مثلا لما اقعد وامنعهم ان هم يبيعوا لا كده الزم عليا لا لا، عليا دم؟ ربنا يديك الصحة يا حاجة. حاضر. شكرا ليك، الله شكرا يكرمك. ليك. الصلاة في الفترة الأخيرة وهو خلاص يعني الكبد ده أصل بيعمل غيبوبات وبيعمل ايوه توهان نعم وكده. نعم بص يا فندم، قبل ما نجاوب عايزين نبعث رسالة طمأنينة وبشرى وطبطبة لأي حد عنده مرض من الأمراض المزمنة أو الثقيلة أو المستعصية، الفشل الكلوي ومرضى السرطان والذين يعالجون بالكيماوي، بقول لهم يا بختكم يا حظكم، هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى لكم، وإن شاء الله إن شاء الله أنتم شهداء الله في أرضه، ومن مات بهذا الداء مات شهيدا، إما أن يكون مات بحديث سيدنا النبي ليش والمصطون شهيدا شهيد، يا رب؟
وإما أن يدخل في حديث النبي ومن مات بالطاعون فهو شهيد. فالعلماء قالوا أي مرض ليس له علاج يدخل مع الطاعون، خاصة إن صبر وتحمل على قدر المستطاع. ربنا وبقول يشفي مرضى الله. للقائمين على هؤلاء المرضى اصبروا واحتسبوا تؤجروا، وبقول للأهل العافية اشكروا الله على العافية. طب الصلاة بقى بالنسبة للمريض، بص يا فندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسيدنا النبي قال اللي بيحافظ على الصلاة أو بيحافظ على العبادة، قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر كما كان يفعل صحيحا مقيما، يصلي قاعد، يصلي نايم، يصلي على ظهره، يصلي بوضوء، يصلي من غير وضوء، على حسب. طب إذا كان في غيبوبة، غيبوبة تامة وغاب عن الواقع، يبقى أهل الأصول قالوا قاعدة واحفظوها مني، إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. ما وهب يعني العقل، أسقط ما وجب يعني العبادة، لأن العقل مناط التكليف، والصلاة ده حق من حقوق الله، طالما هو محافظ عليها إن شاء الله ده غصب عنه، وربنا إن شاء الله يرحمه ويرحم كل من مات بهذا الداء ويشفي كل من له أو من عنده هذا الداء بإذن الله تعالى. طيب هي وهي يعني بتهتم بشؤونه وكده، فقالت له كلمة وحشة، بص يا فندم قالت له كانوا زمان بيقولوا لنا يا جماعة ما مريض إلا اللي مع المريض، ويقولها بالفلاحي عندنا ما عيان إلا اللي مع العيان، بيبقى أتعب منه. بس أنا قلت احتسب وتؤجر عند رب العالمين، وإحنا كبشر ممكن نصل إلى الذروة ونقول كلمة غصب عننا. أقول لك الآية اللي ربنا قالها، الله 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 الله، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأكيد ربنا مش هيسامحنا وقت الزهق ووقت الغضب وإحنا مش مركزين، بدليل إن أنت ندمتي، اللي بيرجع يندم خلاص عفى الله عما سلف. صحيح، هي الله يكون في عونها، هي طالما ندمت وكده يعني إن شاء الله خير. بس ما مريض إلا مع المريض دي مش صح. ليه؟ لأن ما فيش يعني. حد، لا 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 لا، التعب اللي واقف مع المريض لا يقارن أبدا بتعب بالألم المريض اللي طبعا 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 وبألم المريض. على طبعا. الأقل ده واحد واقف بصحته، وفي واحد بيتألم. المقصود بالمريض انه بيبقى خايف على المريض. ايوه، بس ما بيتعبش، ما بيتعبش. يعني قصدي مرض معنوي وتعب معنوي من خوفه على المريض. يعني عشان بس الناس لا بالعكس، ده هم بيبقوا بصحتهم وكويسين، بس بيبقوا متألمين طبعا لألم المريض. اي نعم بالظبط. طيب بيع البيت، هل هي هو في حاجه اسمها كده؟ يعني الام تبقى في البيت، بيت العيله، بيت الاسره. ايوه، هي تفضل في البيت. هو يا فندم شرع الله ان ولادها ليهم في البيت ده طالما هو باسم زوجها الله يرحمه. طيب حقها هيبقى لو عندها بنين، عندها اولاد، هيبقى اكيد عندها اولاد، قالت ولاده لها الربع في هذا، لها التمن في هذا البيت. فالتمن يعني هنطلع ام من البيت، فطالما كل ولد وكل بنت مستقر خلاص امهم تقعد وتتمتع بالبيت، وده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ بس وان خدوا حقهم ممكن يبيعوا البيت وصغيره او يقعدوها عندهم فتتبهدل. أيوة. يعني احنا اللي اتعودنا عليه واللي اتربينا عليه الوضع، انه بيت الجد ده تفضل الوضع. الست معززه مكرمه فيه. نعم. الى نهايه العمر، ده اقل واجب، وبعد كده يبقوا يشوفوا يتصرفوا فيه، انما يخرجوا الام ده ولا هي تفكر في كده. الست فوق الستين سنه اقل واجب يعملوا لها، يعني تعبت كتير وربتكم وكبرتكم وعلمتكم ووقفت مع والدكم لاخر ثانيه، فحتى لو ما عندهاش بيت ده احنا نجيب لها بيت. ايوه.